حكم حجز مكان في الصف الأول. يعني إذا كنت يعني وضعت السجادة في مكانك إلى نقض وضوءك تتوضأ وترجع لا بأس، والرجل أحق بموضعه. لكن إذا كنت تفعل كما يفعل بعض الناس في بعض المساجد، يأتي بواحد ضخم لا يصلي أصلا وأعطيه في الشهر 1000 ريال أو 1000 جنيه يحجز له، فقط يحجز له في الصف الأول في الحرم مثلا. الحمد لله أن السلطات السعودية تفطنت لهذا، فكان يأتي الأثرياء يأتون، واحد يأتي بواحد يوظفه في الشهر 1000 ريال. ما وظيفة هذا الشخص؟ وظيفته يأتي بسجادة ويجلس عليها في الصف الأول، يرابط، أنت جالس ساعتين، فإلى أن يأتي سيده الذي استعمله في الموظف الذي وظفه، يأتي متأخرا براحته ويجلس والثاني يقوم ويمشي ويأخذ الأجر على ذلك. طبعا هذا لم يرد عن رسول الله أبدا عليه الصلاة والسلام، فأصبحت صفوف يعني للأغنياء فقط، الصف الأول للأغنياء. سهل جدا، نجيب له 5 6 له ولأصحابه، يجلسوا كل واحد في الشهر 1000 ريال ويجلسوا في الصف الأول. يجي السادة كبار أصحاب رؤوس الأموال سنين يقومون وهؤلاء يجلسون مكانهم. يعني ما زال في الحقيقة، الحمد لله أن السلطات هناك تفطنت لمثل ذلك.